السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. المهم بصراحة اليوم جيت باش نهضر على ديك البنية مسكينة اللي وقع على ذاك المشكل اللي هي في كازا. المهم كنظن كاع الناس خد يكون في العلم ديالهم باللي ديك البنية مسكينة اللي مصرنا خرجوا، وشفنا بصراحة حتى شي حد ما كيدوي على هذيك من غير كيدويو على واحدين اخرين اللي كل واحد وفين داير حياته، ولكن الناس الله يهديهم وخلاص. المهم خوتي هذيك البنية بصراحة دارت لنا الحسرة، يعني الانسان لما كيشوف الوليدات كيوقع لهم بحال هكا صبية صغيرة مسكينة. ولكن كنمشيو ونرجعو نقولو باللي كنظن حتى داك الطبار راهم عندهم وليداتهم، وحتى هما يعني ما غاديش يقدروا يديروا لها شي حاجه بالعاني، ولا يعني شي حاجه هكا اللي راه عندهم حتى هما لا فامي ديالهم عندهم وليداتهم. مي اللي كنتمناو المغرب يزيد يتحسن ويزيد يعني يزيدوا يقلبوا في الحوايج بحال هكا ديال العلم ديال الطب، يعني ما يبقاوش مقابلين غير الحوايج اللي تافهين، الحاجه اللي مفضيه، يعني بحال كي كنشوفوا اخوتي بحال اللي كنشوفوا المشكل اللي واقع لعاد الميلادي دايرين عليه ضجه. يعني انا بغيت غير نعرف واحد الحاجه، يعني واش الناس كل شيء كسر لهم الانتباه ولا لا؟ كنظن الناس كل شيء غادي يكون في علم ديالهم بلي هذيك شوف تي في، يعني فين ما كان شي مشكل كتحشي راسها فيه، والمشكل اللي كبير هو ما كتعطي حتى شي حلول. وهذوك الجورناليست اللي كيجريو وكيبقاو غير يشوفوا في الواحد هذا تزوج وهذا طلق وهذا ولاده ماشي ولاده وهذا قال ولاده، يعني الله يهدي ما خلق الصف والله العظيم، الا داكشي زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني انا كنشوف النهار اللي كان عادل مجدي في المحكمه، كيفاش الناس مطلعين اللايف ودايرين ليلة لا، وكل واحد يشوف وشوفوا ودايرين يعني التليفونات كيصوروه والناس كيغوتوه ومنوض الغوات وكيقولوا شي كلام، يعني في الاخر كتلقى التفاهات، يعني ما كاينش شي حاجه معقوله اللي تما. يعني السيد عنده مشكل مع ولادو، قولوا له ربي معاك، وقولوا لهم ربي معاكم والله يستر والله يجمع بيناتهم ويجمع الشمل ديالهم، ويعني الواحد قد ما يدير الخير يديرو، ماشي باش تجيو وديرو الانترنت شوفوا دايرين اون لايف دايرين تمرة والناس منوض الحيحة والغواتات والسيدة كيرجموها في الطوموبيل حشومة كاع، يعني ما كاين حتى شي مستوى. واش يعني بصراحة واش هاد الناس هادو ما كيفكروش باللي السيدات اللي هما تمايا بصراحة كبارين في العمر وجالسين تمايا وكيغوتوا، علاش كتغوتي يا اختي؟ شنو مشالك؟ خلي السيد عنده مشكل مع ولاد وانت اش دخلك؟ سيري جلسي في داركم قابلي ولادك وقابلي مشاكلك. انا بصراحه والله العظيم الا كنبقى كنشوف كنقول الله يهدي ما خلق، يعني الواحد راه تصدى والله العظيم الواحد تصدى، يعني باش السيدات خرج من دارها ومشى للمحكمه ومشات جلسه في الشمس ولا في الشتاء وكتغوت هكا ونوض الحيحه، يعني سبحان الله شي حاجة تافهة. والسيد مع ولادو عاوتاني مشكل آخر، عاوتاني صداعات والغواتات ومسلم وراه هادي وراه طلق مرتو وراه تزوج، هادوك حياتهم الخاصة وانتوما باش دخلكم، يعني انتوما كتشوفوا غير هادوك اخوتي اللي مشهورين واللي باينين، يعني لما كيوقع شي مشكل كتبقاو تغوتوا عليهم هكا وتطلعوا لايف عليهم وتطلعوا لاشين ديالكم على حسابهم وديروا في الاخر. كان انتوما زعما انتوما ما كديروا حتى شي مشاكل؟ زعما انتوما مصنوعين من الخطأ؟ ما كاين شي واحد فيكم؟ وادخلوا سوق راسكم. انا كنشوف بصراحة السيد مع الزوجة ديالو ما تفهموش، واش غير واش هادو اول وحدين غادي يطلقوا؟ اللي نتوما لا راه حرام عليك، راه عرفتيش انت ماشي راجل، راه هذيك ما خصها هي. بصح السيده اللي كما قال اخر تزوجت معاه راه ما كانش عليها دير قوه الفيديوهات وهذا وهذا وباش تبان وهذه وهذه، يعني كان عليها تحترم سيده اخرى. كاع احنا كاع عيالات وخاصنا نحسوا بعضياتنا، الا انت يا اختي وصلتي لهذاك المفيد ديالك ووصلتي للسيد وهذا براسك مشكلتك هذيك، ولكن ما يعني رحمي هذيك السيده، رحميها
رحميها يعني، حسي ديري راسك في بلاصتها، راه كيما هي عندها وليدات انت عندك وليدات، وحسي بها يعني. على الاقل على الاقل ما كنتيش تخرجي، ما كنتيش تهضري، ما كنتيش تباني، وما ديريش الشوشره باش الناس ما تطيحيش من المستوى ديالك ومن القيمه ديالك، وباش كم كواره كي درتي ودرتي ما درتي حتى شي حاجه اختي يعني. صافي بشر عادي يعني، سيد صافي قدرتي تلعبي له بالدماغ ديالو وتزوجتي معاه، ستوب باستا يعني. سي با لابيل تزيدي عاد باش تخرجي وديري لي فيديو وديري يعني حشومه كاع، احترمي السيده اخرى. وسيد ما بقاش متفاهم مع الزوجه ديالو، هذيك انسانه محترمه وهضرت وقالت جوج كلمات على راجلها، وقالت باللي كيتلف وليداته ما كاين حتى شي مشكل. اه يعني راه ما قالت حتى شي كلمه خايبه، ولكن ما بين الرجل والمراه ما يقدر حتى شي واحد يتدخل. باركه وما تحلو فمكم، باركه وما تطلعوا في فلاشين ديالكم على حساب حد اخر، باركه المشكله اللي طاحت نتوما كتطلعوا عليها الفيديو ديالكم. حبسوا حبسوا شويه، رقصوا شويه. انا بصراحه كنت غنخلي فيديو في المره الاولانيه باش غير نهضر نقول بعدا غير انت تزوجتي ديتي هذاك السيد صافي تزوجتي به، ستوب بلا ما تخرجي وبلا ما ديري شي شوهه وبلا ما ديري شي حاجه. ولكن قلت انا يمكن ما غاديش يوصلوا حتى لذاك الدرجه، ولكن هادشي حتى لحد الساعه مازال ما حبش يعني. ماشي كيتكتب راها طلقت، راها تزوجت، راها هضرت، راها شربت، راها دخلت معاه، راها جابت له كادو، راها وانتم ما مالكم، وانتم ما مالكم، علاش حادين هاد الناس؟ دخلوا سوق راسكم، اللي بغى يتزوج يتزوج، اللي بغى يتطلق يتطلق. راكم كديروا غير الفتنه، راكم كتنوضوا غير الفتنه. المغرب قبل ما كانش هكا، المغرب كان قبل الاحترام، وحتى الواحد الا طلق ما كيجيب له حد الخبر، ولكن درت وليتو كديروا الشهر راسكم ولا الناس يعني. حشومه كاع حشومه كاع، حطيتوا راسكم في واحد المستوى اللي بصراحه المغاربه ما كانوش معروفين هكا. ولكن راكم رجعتوا ماشي غير 10 في عقل، راكم رجعتوا مع شحال يعني مليون في عقل ديال انسان واحد. رجعوا الدماغ ديالكم، فكروا مزيان، فكروا كل واحد يمشي يشوف الجنب اللي كيضرو. يا لا لا وسيدي، انتم اللي كتمشيو تشوفوا المشاكل ديال الناس وتجريو للمحكمه وتجريو، وراه حتى انتم عندكم مشاكل كثر مكفس من هادو، وراكم سادين فمكم وما كتهضروش. دخلوا لديوركم تعرفوا الاسرار كثر من هاد الناس. هاد الناس راكم كتبارطاجيو معاهم شي حوايج اللي هما يمكن هما ما فيش في العلم ديالهم، يعني كتخرجوا لهم الاسرار اللي ما باغينش هما تخرج. وانتم كتدخلوا هذيك شوف التي في الله يهديها في ما كان شي مشكل، ها هي ها هي حاضره. حشومه كاع وما كتفيد بوالو، غير تشوه هذا وتشوه هذا وتشوه هذا وتشوه هذا. وكل مره هي في المحكمه، اي هذا المليون دي الاخر قادر قادر، وفي ما كان شي مشكله. ولكن واش كاين شي حل؟ وهي فكروا المغاربه، واش كيتلقاو شي حل ولا غير كتهضروا؟ واش كيتلقاو شي حل؟ هل شفتي في واش كترانجي المشكله؟ وخليو السيد مع وليداتو، وراه كان يترانجا مع وليداته بلا شوها بلا فضيحه بلا حتى شي حاجه. حشومه كاع بقيتو على سيدتا غتغرقوه، ووليداته مساكن شنو الذنب ديالهم؟ البنيه صغيره كمازال ما عارفاش تخرجوا عليها، اللي ما يخرج حبسوا حبسوا، نقصوا شويه ما تهضروا في يعني ما تطعنوا الناس في الشرفات ديالهم. حبسوا نقصوا شويه، احترموا كيما كتبغيوش حاجه على راسكم ما تبغيوش على الناس. علاش اني مني كطيح كي كنقولوا مني كطيح البقره كيقوي جناوه؟ علاش كل واحد فين كيخرج فيلم وكيدير مخرج ويدير ممثل ويدير فيه كل شيء؟ اي والله يهديكم، هادشي اللي هذا نقدر نقول. انا بصراحه سبحان الله يعني، عام بعد عام الانسان كيزيد يخرج العقل ديالهم. وكيما راني فايته قلت يعني، واش هذه علامات الساعه ولا شنو يعني؟ كي الصغير كي الكبير، حتى واحد ما بقى كيفكر بالعقل ديالو. ونقصوا شويه وحبسوا ودخلوا شوفوا مشاكلكم، شوفوا ولادكم واش قاريين، شوفوا ولادكم، شوفوا داركم شنو ناقصها. شوفوا اختي شحال من وحده راه فيك، شحال من دار راه فيها سيده اللي ما جايباش الخبر كاع دارها شنو فيها، والظل خارجه هكا حشومه كاع. والسيد في المحكمه وانت جالسه على برا كتغوتي، واش كتغوتي؟ ايش واش كل اللي سمعك؟ غير الشوهه. ردوا بالكم ردوا بالكم، راكم شوهتوا المغرب، والله العظيم شوهتوا المغرب. والله بصراحه الا كيتقال شي كلام راه في محله. انا بصراحه كنشوف لما كنشوف كنتبع هكا فيديو ولا كنشوف شي حاجه، كنشوف العيالات كبار في العمر والرجال كبار في العمر هكا، وماشيين كيغوتوا وكيهضروا شي حوايج اللي غيانا فور ديال الحياه ديالهم، شي حاجه اللي ماشي شغلك فيها. لا لا ولا سيدي، يعني كل واحد
كل نعجة كتعلق ونكرهها. يا سيدي يا سيدي، نكر ولادو ما بينو بلي خلقو، ولا دخلوا دخلوا بكلمة زوينة، ولا دخلوا دخلوا بالصلح، دخلوا بشي حاجة اللي تربحوا مراها حسنات، واستروا الناس يستركم الله. بركة من الفضايح، بركة عليكم. واش العام اللي تجي تلقاكم كتزيدوا تكملوا كتر حشومة كاع؟ انا بصراحه والله العظيم هادشي هذا كيدير الحسره. يعني لما كتشوف المغرب اللي الدول بزاف ديال الدول اللي في العالم معروف المغرب، الكاليتي ديالو في كل شيء زوين، ولكن رجعتو كتعطيو واحد الصوره على البلاد كاشفه. يعني المغرب راكم مسختوه بصراحه. يعني هاد الناس ماشي كل شيء ما كان عمم، مش بحيث كاينين الناس، كاينين الناس اللي محترمين، كاينين الناس اللي داخلين سوق راسهم، ولكن كاينين الناس اللي خنزوا البلاد. هذه هي الصراحه. المغرب راه فيه ناسو، فيه المخزن ديالو، فيه واش اختي انت باش تجي تغوتي وتهضري على حوايج بحال هكا، وعادي الميليو دي دار، وعادي الميليو دي دار، وهذاك دار هذاك دار. راه المغرب فيه القانون، الى عادي الميليو دي نكر ولاد راه كاين قانون، وغادي يمشي يتابع داكشي في المخزن ولاد وغادي يتابعوه. وهو يا بصراحه انا بصراحه حتى القلب ديالي كيضرني باش فرد الزمان هذا وصلنا الولاد كيتداعوا مع والديهم. راه شي حاجه ما كانتش قبل، يعني ما كناش كنعرفوا والدينا، ما كنقدروش نجاوبوا لهم حتى بالهضره. يعني لما كتشوف اليوم الولاد كيدعوا مع والديهم والراجل كينكر ولادو، يعني راه حشومه، يعني راه حشومه. راه فين راه الدين ديالنا؟ فين راه الاسلام؟ فين راه؟ وردوا راسكم شويه اللور، وانتوما سيروا دخلوا سوق راسكم، وحبسوا من الفضايح، حبسوا ما طعنوا الواحد في الشرف ديالو. راه جلس معها نضرب دروك نرجع، حيت انا المشكل عندي داك البنت هذيك اللي شفتها مسكينه اللي عندها مشكل اللي كاينه في كازا، راه الراس ديالي راه صافي ما بقدر نستحمل هذا. على جيت نهضر كنهضر على هاد جوج الناس اللي راكم دايرين بهم بوم في الانترنت في التلفزيون في يعني على الفم ديال كل واحد. حشومه حشومه. خليو الناس كل واحد يفك مشكلة ديالو راسو. راه كيما قلت دابا عاد راه المغرب راه عنده ناس وعنده مخزن ديالو، عنده راه فيه الطب. منين نتوما كتجلسوا تهضروا هكا وتحرموا وتحلوا، واش الطبيب اش كيدير في البلاد والمخزن اش كيدير في البلاد؟ يا راه نحيدوهم ونديروكم نتوما. راه حشومه والله، راه لا يعقل تجلسوا تهضروا في الشرف ديال الانسان وتهضروا في حوايج اللي ما يعلم بهم الا الله سبحانه وتعالى. واش نتوما شفتوهم دوز معاها 5 سنين شفتو باللي هاد السيده هادي سحرات له دارت له، يعني ما خليتو اللي ما خرجتو، هضرتو طعنتو كل واحد. ايوا رجعوا نفسكم، رجعوا نفسكم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يقدر هاد سنة جديدة تدخل وتدخل علينا إن شاء الله بشي حويجات زوينين، وبالناس العقلية ديالها تفتح، يعني الناس يتبدلوا في الأسلوب ديالهم في العقلية ديالهم. أما هاد العقلية ديال هاد السنين هادي راها موسخرة، راه لا يعقل. إحنا في عام 2020 والناس مازالين هكا، يعني مازالين هكا ما وعاوش ما فكروش، يعني كيفكروا غير يضروا الناس اخرين. حشومه حشومه. قالك اليوم الحياه وغدا الموت. كنتمنى في بلاصه الانسان ما يمشي يدير شي حاجه اللي ياخذ عليها الذنب، يدير حاجه اللي ياخذ عليها حسنه. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو هذا يوصل اكثر ناس يقدروا يستمتعوا عليه. والناس كنتمنى من الله الناس يراجعوا نفوسهم قبل ما يفوت عليهم الحال ويلقاو راسهم مربحوا حتى شي حاجه. ونصيحه لهذوك الناس اللي كيطلعوا على الشين ديالهم على واحد الاخرين، حشومه. راه احتراما لهذوك الناس اللي مساكن عندهم مشكل، راه دير راسك في بلاصتهم اخويا ولا اختي، دير راسك في بلاصتهم واحترم تحترم. يعني دير راسك في هذا الموقف، ولو جا حد كيصور فيك هكاك راه حشومة، راه عيب، راه عار ولد بلادك وبنت بلادك وتخرجوها هكا وتبينها وتبين هادشي للدوال. راه كنظن الانترنت هاد الانترنت راه ما خرجش باش الناس يدابزو باش الناس نشوهوهم، راه خرجوا باش يتواصلوا فيه الناس بالحوايج الزوينين، بالحاجة اللي تنفع ماشي بالحاجة اللي تضر. وشكرا، وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في
معكم ونلقاو فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.